ازيك يا ابله؟ ازيك يا باشمهندس؟ عامله ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. عايز اشتكي لك عزه يا ايه بس؟ باشمهندس، مر الشكوى. ايه مفيش خير؟ سمعان كلام، نكعيه واخرتها تقولي لو عايزه تنضفي بير السلم امسحيه انت، ده غير الجبن اللي بتنقص من التلاجه. انا مش عايزه اتكلم. لا ما قالتش كده خالص. ليه يا اخويا؟ انا كدابك؟ لا هي ما بتقولش الكلام ده. بتعمل ايه عزه دي؟ ما بتنضفش البيوت؟ لا طبعا، ده هي مش حمل بهدله، هي روبوت طبي شويه يعني. روبوت طبي؟ ده انا عملته عشان الكورونا، تمام، ان هو بيساعد الاطباء والاطقم الطبيه علشان يقلل كونتاكت ما بين الطاقم الطبي والمرضى. والله يعني طلعت سيستر عزه مش دادا عزه. بالظبط. وانا اللي كنت زلمها. واسمها عزه اسم دادي حارسها؟ لا اسمها كيرة. كيره؟ يا اخويا انا مش فاهمه ايه اسامي اليومين دول. مش عارف هي، بس هي زي فاهيتا كده.